من المواطنين وجرف منازل آخرين في ظل غياب دور الجهات الرسمية. أمطار وسيول جارفة من الله بها على العباد، تحولت من نعمة إلى كارثة لم تحتملها المنازل، ما أدى إلى تدمير عدد منها ووفاة عشرات الأشخاص. هطل المطر بغزارة وغرق الناس بما يملكون، ولم يتبقى لهم سوى أرض يفترشونها وسماء يلتحفونها، كما هو الحال في محافظة إب التي تعرضت خيام المهمشين فيها للتلف بعد أن امتلأت بمياه الأمطار، وأصبح الكثير منهم مشردين وسط غياب الجهات الرسمية والمنظمات الإغاثية. المهمشون قاموا بقطع الطريق التي تربط محافظتي إبتعز لأكثر من ساعة، مطالبين الجهات المختصة بإنقاذ منازلهم وخيامهم وأهاليهم من السيول الجارفة قبل تدخل قوات الأمن بفتح الطريق بالقوة. وفي محافظة العدين أودت الأمطار بحياة 6 أشخاص. أما محافظة تعز فكان لها نصيب الأسد من الكارثة، حيث لقي 27 حتفهم جراء السيول والأمطار في وادي نخلة بمديرية شرع بالرونة، والذي كانوا في موكب عرس إلى جانب مقتل شخص وجرح شخصين بصاعقة رعدية في جبل صبر.